مرحبا أصدقائي، أريد أن أحدثكم اليوم عن أمر هام جدا من أجل صحتكم، وهو غسل اليدين. هل تعلمون لماذا علينا أن نغسل أيدينا؟ عندما نلمس الأشياء المختلفة، خاصة الأشياء التي يلمسها الكثير من الأشخاص كالنقود والهاتف ومقابض الأبواب، تنتقل الجراثيم المجتمعة عليها إلى أيدينا، ثم نلمس بأيدينا أفواهنا أو عيوننا فتنتقل تلك الجراثيم إليها وتدخل أجسامنا، مما يؤدي لإصابتنا بأمراض كثيرة وقد تكون خطيرة. وغسل اليدين يساعدنا على قتل هذه الجراثيم ويحمينا من الأمراض. وعلينا غسل أيدينا قبل تناول الطعام، وبعد الخروج من الحمام، وبعد ملامسة الحيوانات الأليفة أو غيرها، وبعد لمس القمامة، وأيضا بعد السلام على شخص مريض أو لمسه. والآن لنتعلم معا الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. بلل يديك بالماء، ضع الصابون على يديك، افرك يديك لمدة 20 ثانية، اغسل يديك بالماء جيدا، جفف يديك بمنديل نظيف، اقفل صنبور المياه باستخدام المنديل. ومن الضروري يا أصدقائي ألا تلمسوا الأشياء الغريبة بدون داع لذلك، فهناك أنواع للجراثيم والفيروسات تسبب أمراضا خطيرة كمرض الكورونا والإنفلونزا وغيرها. حافظوا دائما على نظافة أيديكم وأجسامكم باستخدام الماء والصابون لتحافظوا على صحة أجسامكم قوية وخالية من الأمراض.